مرحبا بكم الناس الكل في قناتنا الرياضية التونسية، متابعة لمن شرناها النجم الساحلي يقرر إقصاء الشيخاوي، وهذه حقيقة الاتصالات مع النادي الإفريقي. بنشاهدوا أكثر تفاصيل على هذا الموضوع. أكد شكري العميري رئيس فرع كرة القدم بالنجم الرياضي الساحلي عدم رغبة الإدارة في التجديد لياسين الشيخاوي، كما أعلمنا أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود مع ياسين الشيخاوي، حيث أصر اللاعب على المطالبة بمستحقات المادية المتخلدة بذمة الفريق. هذا ونفت مصادر مقربة من اللاعب ما أراجع عن وجود مفاوضات بينه وبين النادي الإفريقي. ياسين الشيخاوي كما قلنا الطريق مسدود مع النجم الساحلي، خاصة أنه الإدارة عندها نية عدم تجديد العقد، وياسين الشيخاوي يطالب بالمادية.